السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي، واليوم أنا في معرض دار النخبة للسيارات. وزي ما تشوفون معرض دار النخبة للسيارات جايب دوج تشارجر سكات باك موديل 2018. طبعا ميزة السكات باك محرك SRT8، لكن يعني مواصفات أقل شوي. سعر السيارة في حدود 185 تقريبا. عشان تعرف السعر الأساسي للسيارة تقدر تتواصل مع المعرض، أرقام التواصل برضو موجودة عندكم على آخر الإعلان. طبعا أخوة الكرام، أول شيء ناخذ جولة سريعة للسيارة من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية والخارجية. ما شاء الله تبارك الرحمن، وحش من الوحوش أمريكا. شكل ماكينة، مواصفات، كل شيء. نروح للمحرك ونصور محرك السيارة. محرك الوحش هيمي 6.4 485 حصان V8 8 سلندر، زي ما تشوفون SRT. بالنسبة للجير فهو جير اوتوماتيك 8 سرعات تبترونيك، نظام الدفع فهو دفع خلفي. مواصفات السيارة الخارجية، اول شيء نتكلم عن فتحة السقف، وبرضو عند الكت حق السيارة زي ما تشوفون نفس كت SRT، وعندكم شعار سكات باك. اما مواصفات السيارة زي ما تشوفون ليد نهاري، كشافات ضباب، لكن اوكي طبعا، لكن انوارها ما هي زنون. SRT يجي انوار زنون، اما سكات باك تيجي انوار عاديه. كشاف الضباب برضو LED. عندكم جنوط الومنيوم ما شاء الله تبارك الرحمن، مقاس 20 انش زي ما تشوفون. الفحمات برضو بريمو. طبعا شعار الهيمي 392، طبعا ما فهمت ايش معنى 392، على بالي الاحصنه، لكن احصنه السياره هي 485. ما شاء الله الكت كامل، صدام، السمكة اللي تحت برضو، صدام الأمامي والخلفي والسمكة. أنوار LED خلفية، الشكل الجميل. حساسات خلفية عدد 4، شكمانين خلفيات رياضية، وصوت طرب. جناح خلفي لون أسود مطفي. بالنسبة لصرفية الوقود زي ما تشوفون، دوج تشارجر سيدان دفع أمامي، سعة المحرك 6.4، سنة الموديل 2018، كل البنزين تمشيك 10 كيلو، نوع البنزين 95. السيارة من الداخل طبعا في المقاعد الأمامية. المقاعد الخلفية شاحن خلفي USB، طبعا فيها فتحة تكييف خلفية. الحين ندخل داخل السيارة ونتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية، وأول شيء نصور مفتاح السيارة. طبعا السيارة أكيد دخول ذكي. هذا مفتاحها، أتمنى وظيفتكم واضحة زي ما تشوفون. هذا هو عندكم الإغلاق والفتح وتشغيل المحرك طبعا عن بعد، وعندكم فتح الشنطة وجهاز إنذار. دخول ذكي. خلينا نشوف الكرسي برضو، عندكم كرسي كهربائي حق السائق، والراكب برضو نفس الشيء. بسم الله. سيارة رياضية، حتى مقاعدها نفس الـ SRT، لكن تيجي قماش الـ SRT تيجي جلد، لكن المقعد رياضي زي ما تشوفون، وعليه شعار سكات باك نفسه. بسم الله. هذه سيارة من الداخل.
فتحت السقف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نبدأ نتكلم عن المواصفات. المقازي بتشوفون قماش باللون الأسود. عندكم الزجاج كهربائي، المرايا كهربائية. طبعا التحكم في الأنوار، هنا التحكم في الأنوار الداخلية طبعا، أنوار السقف وأنوار العداد. وعندكم فتح الشنطة، التحكم بدركسون النظام الصوتي بالإضافة إلى بلوتوث وأوامر صوتية، مثبت السرعة، عداد الرحلات. وعندكم شاشة نافيجيشن، طبعا شاشة معلومات مع نافيجيشن، وفيها برضو عديد من المزايا اللي هي ظهر. بسم الله خلينا نشوفها. أندرويد أوتو، برضو أبل أوتو، كلها موجودة بالسيارة. فيها ملاحة مع كاميرا خلفية. بسم الله. هذه هي. وعندكم نروح للمكيف، زي ما تشوفون عندكم مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب. عندكم هنا وضعية القيادة سبورت، كثير من المواصفات، الحساسات، تراكشن، كل الأشياء موجودة هنا التحكم فيها. طبعا التحكم في النظام الصوتي برضو. حاملة أكواب عدد 2 بالإضافة إلى طفاية الدخان. تكاية بالوسط. بسم الله. تكاية بالوسط برضو فيها منفذ طاقة هنا. بسم الله. نشوف درج السيارة وش فيها. طبعا مقسم درج عادي. المراية الداخلية تعتيم. عندكم برضو بيت للنظارة، الشماسات بالإنارة حقتها طبعا برضو تقدر تمددها، حقت السائق والراكب نفس الموال. الخلف فيها طبعا صورتك وفتحت كيف خلفيه، هذه التكايه الخلفيه. اما مواصفات الامن والسلامه، اكيد فرامل الاي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات ارباك بالسائق والراكب، وارباكات جانبيه برضو. عندكم عدد 5 احزمه امان. السياره حلوه، اللي يبغى اس ار تي يركب محرك اس ار تي ومواصفات حلوه، لكن مثل ما ودي يدفع مثلا حدود ال 210 220 الف تقريبا، لان ناقصها هنا الرادار والنقطه العمياء وما قاعد الجلد. هذا اللي انا شفته فرقه عن الاس ار تي فقط لا غير. ما ادري اذا في شيء ثاني، انا صراحه ما لاحظت غير هذه الحاجات. السياره حلوه صراحه بالنسبه اللي يبغى اس ار تي، محرك عملاق 485 حصان، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يجيب الخط، تجيب اي موتر براسك، ما شاء الله تبارك الرحمن. وسياره ستوك شد بلد يعني ما شاء الله. سياره حلوه، حتى النظام فيها نظام الصوتي اللي هو البين موجود فيها. فزي ما قلت لكم سيارة جميلة وحلوة صراحة. للأمانة يعني مسكتة من جد. خلينا نسمع صوت المحرك. ما شاء الله تبارك الرحمن. سيارة من جد من جد صوتها يعني طربي. طبعا حتى القزاز الجانبي مدبل. ومواصفات الامن والسلامه في السياره. طبعا اخوان الكرام، قلت لكم سعر السياره في حدود 185 184 الف تقريبا. اذا حابب تعرف سعر السياره الحقيقي تقدر تتواصل مع المعرض، بحط لكم رقمه اخر الفيديو. برضو عندهم جميع الفئات حقت التشارجر موجوده، من الاكس، من الاس اكس تي الستاندر الى ما شاء الله الاس ار تي موجود عندهم. برضو الدايتونا موجوده عندهم، كل الانواع موجوده. كلايزلر السي 300 والاس 300 موجود ما شاء الله. الاس ار تي 8 برضو موجوده عندهم، كل الانواع. فعموما اخوان الكرام، طولت عليكم بالفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعم قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله.